شاء الله النهارده هنكمل مع بعض المحاضرة التانية من برنامج الوورد. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت ازاي نفتح برنامج الوورد ستارت اول بروجرام مايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت وورد 2010. تعاملنا مع قائمة فايل وعرفنا ازاي نعمل سيف وسيف اس، ازاي نستخدم اوبن، ازاي نستخدم نيو ونستخدم سامبل تمبلت فيها وبلانك دوكيومنت، ازاي نعمل برنت للمستند بتاعي بعد ما اكتب فيه طبعا وانسقه، ازاي استخدم الهيلب اللي عاوز اجيب معلومه عن البرنامج واستخدامها، وازاي استخدم الخيارات ان انا اعمل حاجتين اغير اليوزر نيم وكمان السيف اغير الديفولت فايل لوكيشن او مواقع الملفات. ده اللي احنا اتكلمنا فيه في المحاضره الاولى وهتلاقوها معاكم متسجله، يعني لما هتاخدوا مني المحاضرتين هتلاقوهم متسجلين. النهارده هنبدا مع بعض التابه بتاعت هوم. في التابة بتاعت هوم هنبدأ نتعامل مع تنسيق الكتابات، يعني هنسق الكتابة بشكل كويس وخليها تخرج بشكل كويس قبل ما اعمل لها برنت. اول حاجة عندنا تعالوا نجيب نص او نجيب مستند في كتابة، وليكن هستخدم فايل اوبن. لو انا عندي على الجهاز يبقى انا هجيب ملف وورد محفوظ عندي على الجهاز فايل اوبن، هروح على دوكيومنت ولكن جوه ليتمس 1 دي هلاقي عندي ملف اهو زي الملف ده، هفتحه بدبل كليك فيروح فاتح له جايب لي الملف فيه كتابات جاهزه. لو انت عندك في البيت مفيش ملف موجود عندك تشتغل عليه عادي، ممكن تجيب الملف الفاضي بتاعك وتكتب الامر ده بيساوي، تكتب كلمه راند تفتح قوس وتقفله. لما بتدوس انتر الامر ده بيجيب لك نص محفوظ جوه الذاكره بتاع البرنامج، جاب لك نص ممكن تجرب عليه اللي احنا قلناه. يعني بكتب تاني هو بيساوي راند ار اي ان دي وافتح قوس واقفله. هتقول لي اصل انا ما عنديش في البيت ملف وورد اطبق عليه، عادي عاوز تاخدها مني بالفلاش اخدها، عاوز تكتب الامر اللي انا كاتبه قدامك ده الامر اللي هو راند ده هكبره عشان تشوف شكل الخط بتاعه او تشوفه كويس، وبعد كده تدوس انتر يطلع لك نص مكتوب جاهز زي كده تبدا تطبق عليه. طبعا يا شباب بفتح القوس ازاي؟ شيفت مع التسعه وبقفل القوس شيفت مع الزيرو اللي فوق الحروف، ماليش دعوه بالارقام. يبقى الارقام اللي فوق التسعه، التسعه اللي فوق الحروف والزيرو اللي فوق الحروف بيفتح قوس مع طبعا باستخدام مفتاح الشيفت. اي مستند منهم بقى نبدا نشتغل عليه. تعالوا نشتغل على المستند الجاهز ده عشان نعرف نستخدمه كويس. مجموعه هوم عندنا هتلاقيها متقسمه الى فونت وباراجراف وستايلز واديتنج وكليب بورد. دي المجموعات اللي في التابة اللي اسمها هوم. التابة اللي اسمها هوم فيها المجموعة اللي اسمها فونت. مجموعة فونت خاصة بعملية تنسيق الكتابات بالكامل، بس بشرط ان الحاجة اللي حضرتك هتنسقها لازم تعمل سيلكت عليها، الحاجة اللي انت هتنسقها لازم تعمل تحديد عليها. ناخد بالنا لما باجي احدد انا كده عندي الحد هنا، حد النقطة دي كده انا محدد ايه؟ كده متحدد ايه يا شباب؟ جملة سنتنس، كده متحدد جملة. لكن لو انا عملت ده كله كده كده تعتبر ايه؟ باراجراف او فقرة. الجملة عرفتها ازاي؟ بتبتدي بحرف كابيتال وتنتهي بنقطة، والنقطة جزء لا يتجزأ من الجملة، فلازم تاخد بالك من النقطة عشان لو جالك سؤال وطلب منك تكتب جملة في الامتحان في نهاية فقرة مثلا هيبقى اعطيك النقطة في اخر الجملة، لازم تكتبها، ما ينفعش انك تطنشها او ما ينفعش انك تسيبها، هتضيع درجة السؤال كله. طيب الحاجة التانية يبقى دي كده جملة، كل دي كده على بعضيها فقرة. طب جت ازاي فقرة؟ وانا بكتب خلاص بقف في الاخر هنا واروح داس انتر، لما بدوس انتر بنهي الفقرة اللي انا فيها وببدا اعمل فقرة جديدة. معايا؟ ماشي. حددت الجملة، حددت فقرة اللي انت عاوز تحدده، وانا محددها بالشكل ده. في عندنا بولت بتخلي الخط سميك او بنسميها تقيل، دي اول مجموعه هنتعامل معاها اللي هي هوم فونت. بولت لو وقفت عليها يكتب الاسم كده بولت يعني سميك، يعني الخط بتاعه تقيل. ايتاليك بيخلي الخط فيه ميل. اندرلاين بيخلي الخط تحتيه خط، او بيخلي لك الكلام بتاعك تحتيه خط، بيميزه لك بخط تحتيه. طيب عاوز اشيل اي واحده منهم بضغط عليها مره تاني، يبقى اي حاجه من دول عاوز ادرجها بدوس عليها، اي تنسيق من دول عاوز اشيله بدوس عليه مره تاني. ممكن الاندر لاين لو عاوز تنسق شويه، بس دي ما بتجيش في الامتحان، بروح اختار دبل لاين لو عاوز خطين مثلا.
او لو عاوز اخطط بشكل مختلف شويه، منقط او مخطط اللي انت عاوزه، او خط واحد. يبقى دي كده بالنسبه لنا المجموعه الاولى او ثلاث ادوات عندي، اداه البولد معناها سميك، اداه ايتاليك ودي كلمه ايتاليك قدامنا معناها مائل، اداه الثالثه اسمها اندرلاين معناها تحتوي خط. طيب كمان عندنا ايه؟ لو انا جيت على الفقره اللي انا محددها دي واخترت نوع الخط، دي بنسميها الاداه دي بنسميها فونت. فونت يعني نوع الخط، وكلمه فونت من الكلمات اللي تاخد بالك منها جدا، فونت هنا يقصد بها نوع الخط، فبضغط هنا وببدا اختار نوع الخط. طيب ايه نوع انواع الخط عندي؟ انواع الخط كتيره جدا جدا جدا، زي عندنا في العربي مثلا في الرقعه والنسخ والاندلسي والفارسي، هنا برضو في خطوط انجليش زي الخط اللي قدامنا ده، زي الخط ده، زي مثلا اريال، لو نزلت كده هنلاقي عندنا خط هنا اسمه اريال اهو، في خط كمان اسمه بوكمان اولد ستايل، هنلاقيه تحت شويه ادي بوكمان اولد ستايل اهو، ده نوع من انواع الخطوط اللي بيجيب عليها اسئله في الامتحان برضو. في عندنا فوق حاجات تاني زي تايم نيو رومانز، دي بنسميها الخطوط اللي احنا بنستخدمها. طب اي خط قدامه كلمه ابجد هوس ده اوتوماتيك هعرف ان هو هيمشي مع العربي، يعني لو انا كنت كاتب كتابه بالعربي يبقى ده هيمشي مع الكتابه العربي، يعني خط ينفع يطبق على اللغه العربيه وكمان قصاده انجليش فخلاص بيطبق على العربي والانجليزي. اتفقنا؟ طيب ده كده بالنسبه لنوع الخط. جنبيها دي بنسميها الفونت سايز او حجم الخط، بنسميها فونت سايز او حجم الخط، ودي بختار منها حجم الخط المناسب للكتابه، بشوف الحجم اللي انا عاوزه للكتابه بتاعتي المناسب اللي استخدمه لما اجي اكتب جوه برنامج الوورد، وبحيث ان الحجم ده هو ده اللي هيحصل بيه البرنت للملف بتاعك معايا. يعني انا لما اجي اعمل برنت للملف بتاعي بلاقي دايما حجم الخط ده هيفرق معايا، كل ما هتكبر كل ما هياخد مساحه اكبر في الصفحه، وكل ما الخط يكون اكبر واوضح. بس طبعا يا شباب في اوقات معينه بضطر امشي بمعايير لتكبير حجم الخط. في ناس بتمشي بمعيار ان الحجم الخط الرئيسي يعني عنوان رئيسي زي ده اللي هو عنوان المستند كله بيخليه 16، عنوان رئيسي زي كده بيخليه 16. في ناس بتلاقي عنوان فرعي زي ده بتروح مخليها 14، يعني باجي على عنوان فرعي زي كده واعمله 14. في ناس تانية بتروح مخليه بقيه الكتابه عندي او بقيه حجم الكتابه بتاعتي اما 11 او 12، الحجم اللي انت عاوزه حسب الكتابه بتاعتك وحسب استخدامك. ها اتفقنا؟ ده كده بالنسبه للخمس ادوات اللي احنا قلناهم دلوقتي. يبقى في عندنا فونت، في عندنا فونت سايز، في عندنا بولد وايتاليك واندرلاين. يلا جربوها. في عندنا كمان يا شباب في مجموعة فونت، في فونت كلر. فونت كلر بتغير منها لون الكتابة، ودي بتدفعك لو كان عندك برينتر ألوان، لو عايز تغير أو هتنسق الكلام بتاعك بكتابة ألوان معينة فبتختار الألوان اللي هتتماشى مع الكتابة بتاعتك واللي هتستخدمها في البرينت لو هتطبع على طبعة ألوان مثلا. طيب في عندنا حاجة كمان، أنا عندي هنا لو لاحظنا، خلينا نجيب أي جملة من الجمل اللي تحت زي الجملة دي مثلا أو الفقرة دي، الفقرة دي هنا حرف التي بس هو اللي كابته. أنا اكتشفت إن أنا عاوز أخلي كل الجملة أو الفقرة اللي قدامنا دي كل الحروف فيها كابته. في عندنا حاجة اسمها تشينج كيس، أهي الأداة دي اسمها تشينج كيس، الأداة اللي قدامنا دي اسمها تشينج كيس. كلمة تشينج كيس تغيير الحالة. يعني إيه تغيير الحالة؟ يعني أنا عاوز الحرف كابته أو عاوز الحرف سمول معايا؟ فمن خلال التشينج كيس بقدر اختار حاله من الحالات الخمسه دي اللي بتحول لي حاله الحرف من كابيتال لسمول والعكس. الحاله الاولى بنسميها حاله الجمله، ودي بتبقى الحاله الافتراضيه سنتنس كيس، اللي هي دايما اول حرف في الجمله كابيتال. يبقى الحاله الاولى بنسميها سنتنس كيس، اللي هي اول حرف دايما في الجمله كابيتال. لور كيس هيخلي كل الحروف سمول، لو لاحظتوا حرف التي هنا بقى سمول اهو. لور كيس هنا هيخلي كل الحروف سمول، ابر كيس هيخليها كلها كابيتال ليترز معايا. طيب كابيتالايز اتش وورد، كابيتالايز اتش وورد هتلاقي حرف التي كابيتال، ام كابيتال، الاف كابيتال، التي كابيتال، الار كابيتال، اول حرف في كل كلمه كابيتال معايا، اول حرف.
يبقى دي كابيتالايز اتش وورد. توجل كيس نادرة لو استخدمناها، لكن هي التوجل كيس الأصلي فيها إن هي بتغير الحالة اللي قبليها. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا الحالة اللي قبليها كانت كابيتالايز اتش وورد، فلما اختار توجل كيس راح عامل لك أول حرف في كل كلمة اسمه. طب لا، أنا اخترت الحالة اللي قبليها كانت أبر كيس، ورحت اخترت توجل كيس راحت محولها كل الحروف إيه؟ يعني هي مش بتحول أول حرف في كل كلمة سمول، لا دي بتغير الحالة اللي فوقيها. لو الحرف كابيتال تعمله سمول، ولو حرف سمول تعمله كابيتال. بس نادرة الطلب في الامتحان، الامتحان دايما بيركز على سنتنس لور أبر. هيجي يقول لك تشينج ذا كيس أوف ذا باراجراف بيجيننج ويز، للفقرة اللي بتبتدي بكلمة ذا ميجور فاكتورز مثلا تو كابيتال ليترز. يبقى عاوزك تختار مين؟ يبقى ابر كيس. ما احنا قايلين ان ابر كيس هي اللي بتختار ايه، او هي اللي بتحول الحروف كلها ايه، كابيتالز. فهمنا الفكره يا شباب؟ طيب يبقى ده كده بالنسبه لنا ابر كيس، سنتنس كيس، لور كيس. في كمان عندنا في المجموعه بتاعت فونت في بعض الادوات التانية زي ايه؟ في عندنا اداه اسمها سب سكريبت، واداه اسمها سوبر سكريبت. سب سكريبت احرف سفليه، بمعنى ايه؟ رحت مثلا كاتب علامة المية H2O، فأنا عاوز أخلي الاتنين بتاع 2O دي في الأسفل، عاوز أخلي الاتنين تنزل تحت. حددت الاتنين بس وأروح أعملها سبسكريبت، فخلى الاتنين كده H2O عاملة زي رمز المية. طيب عاوز أكتب 50 درجة سليزيوس مئوية، فأنا عاوز أخلي العلامة بتاعت الدرجة اللي هي الأو دي فوق ال 50، فبروح ارفعها لسوبر سكريبت فبتتحول معايا لسوبر سكريبت. يبقى ده فكره استخدام السب سكريبت والسوبر سكريبت. فكره استخدام السب سكريبت والسوبر سكريبت. فهمتوها يا شباب؟ يبقى ده كده معايا التعامل مع السب سكريبت والسوبر سكريبت، كبرتها لكم عشان تبقى واضحه. ده كده الجزئيه بتاعت المجموعه اللي اسمها فونت. في بعض الادوات الثانيه ما بتجيش في امتحان الاي سي دي ال في الوورد خالص، زي دي بتديك ستايلز للكتابات بتاعتك تقدر تستخدمها، زي دي بتعمل لك هايلايتس او بتعمل لك تظليل ورا الكلام، هايلايت لكلام معين، فدي كلها، ودي بتعمل لك كلير للفورمات. يعني دي ادوات ما بتجيش عليها استخدام قوي، لكن انت لو جربتها تعرف تستخدمها بسهوله. وصلت كده يا شباب؟ يبقى احنا اتكلمنا في المجموعه بتاعت فونت، بولد، ايتاليك، اندرلاين، فونت نوع الخط، فونت سايز حجم الخط، سب سكريبت، سوبر سكريبت، احرف سفليه واحرف علويه، تشينج كيس تغيير حاله الاحرف، طبعا دي تعتبر تكبير وتصغير الخط، هي هي كانك بتدوس السهم وتكبر وتصغر الخط من المربع ده، هي هي بالظبط. هنا فونت كلر، دي كده مجموعه الادوات اللي احنا المفروض نعرف نستخدمها كويس بالنسبه لامتحان. طيب المجموعه الثانيه عندنا مجموعه اسمها باراجراف او مجموعه فقره. المجموعة التانية عندنا مجموعة باراجراف أو مجموعة فقرة. بستخدمها إزاي؟ بستخدم باراجراف عشان برضه أكمل تنسيق الكتابات بتاعتي. بمعنى إيه؟ خلينا نبدأ بأول أداة فيها. أول مجموعة أدوات فيها أداة اسمها الألاين، المحاذاة. أدي كلمة ألاين، محاذاة. ألاين تكست ليفت، بتخلي النص يحاذي شمال. ألاين تكست سنتر أو ألاين سنتر، بتحاذي النص في المنتصف. الاين رايت بتخلي النص يروح في اليمين. يبقى هنا انا بختار مكان الاداه بتاعتي فين، او اداه المحاذاه بتاعتي فين. تمام. طيب لو جيت هنا هنبص نلاقي لما احب احاذي النص ده، النص ده انا عاوز يبقى شكله احلى من كده بشويه، بدل الكلمه طالعه وكلمه داخله وكلمه طالعه وكلمه داخله، يبقى كله على حزه واحده او على استقامه واحده. فبعمل ايه؟ في عندنا في ادوات المحاذاه اداه اسمها جاستيفاي. الجاستيفاي دي بتعمل ايه؟ بتخلي لك النص على الجنبين على استقامه واحده. ها فهمناها؟ يبقى عندنا دي بنسميها الاين جاستيفاي، لازم اضغط السهم واختار جاستيفاي. يبقى في عندنا ليفت بتحاذي النص شمال، سنتر بتخليه في المنتصف، لو لاحظتوا الكلام بقى في المنتصف، رايت بتخليه في اليمين، جاستيفاي بتعمل لك لضبط من الجنبين حسب اللغه اللي انت مستخدمها. جنب الالاين في اداه اسمها لاين سبيس، وناخد بالنا من الاداه دي اسمها
لاين سبيس، لان هناخد ان شاء الله لما اروح على بيج الاوت في اداه اسمها باراجراف سبيس. ايه بقى لاين سبيس؟ لاين سبيس بتعمل تباعد بين الاسطر داخل نفس الفقره، بتبعد لي ما بين السطور، زي ما يكون بنستخدم الكراسه العاديه، الكراسه العاديه اللي هي السطور متتاليه والكراسه التسع تسطر، بيبقى في مسافه كبيره ما بين السطرين معايا، لكن الكراسه العاديه المسافه ما بين السطرين سنجل، سطر واحد سنجل يعني ايه؟ يعني واحد. طب واحد ونص اهي، هتبدا توسع السطور شويه، دبل اتنين، بقت المسافه الضعف. فاصبح دلوقتي انا اخترت المسافه ايه؟ اتغيرت داخل نفس الفقره دي بس. وهنا مش شرط انك تحدد الفقره، يعني مش لازم احددها، مجرد نقف وقفي في الفقره بس واختار المحاذاه اللي انا عاوزها او اختار اللاين سبيس اللي انا عاوزها، ابص الاقي النص بتاعي خدها. بس لازم نفتكر لما يجي في السؤال يقول لك اعملها سنجل، سنجل هنا تعني واحد، يبقى اذا اختار واحد. قال لك اعملها دبل، يبقى في الحاله دي لازم تختار اثنين. قال لك اعملها 1.5 او 1.5، يبقى خلاص هيتعملها 1.5 وبس. معايا؟ يبقى دي بنسميها لاين سبيس او تباعد الاسطر، المسافه ما بين السطور. الكلام ده يا شباب ان شاء الله هيتكرر معانا في الباور، اللي احنا قلناه النهارده ده كله هيتكرر معانا في الباور وهيتكرر معايا في الاكسل، وهو هو بالظبط. فهيفرق معاك، يعني المجموعه دي هتلاقيها موجوده معظمها في الباور والاكسل. المجموعه دي هتلاقيها موجوده في الباور وفي الاكسل، ما عدا بعض الحاجات البسيطه. اتفقنا؟ يبقى ده اللاين سبيس، يبقى عرفنا الالاين او المحاذاه، كمان عندنا الايه بقى؟ اللاين سبيس اللي هي بتساعد على تباعد الاسطر. طيب نيجي عندنا، رحت كاتب مثلا وورد، كتبت تحتيه اكسل، اكسس ويندوز، وليكن كمان هنحط الاي بي. عملت شويه نقاط زي دي، فجيت قلت لك والله انا عاوز بدل ما اكتبهم كده عاوز اعمل لهم تعداد نقطي، يبقى عاملين زي التعداد. ففي عندنا حاجه هنا اسمها بوليتس او التعداد النقطي، لما بضغط السهم بتاعها بيطلع لي اشكال للتعداد النقطي اللي ممكن استخدمها، بس بشرط ان انا اكون محدد ايه؟ الكلام او الليست اللي انا عاملها كده، سميناها ليست او قايمه، فاصبحت دي بالنسبه لي ليست اهي. بحدد ازاي؟ اسحب من تحت واطلع لفوق كده بالمنظر ده، يتحدد معاك بسهوله. طيب وبعدين؟ تعال على البوليتس واختار شكل التعداد النقطي اللي انت عاوزه. ولما نروح على الباور كمان هتلاقي ان كل شكل من الاشكال دي ليها اسم. يعني لما اروح في الباور ان شاء الله هتعرف ان كل واحده من دول ليها اسم. انا بختار شكل التعداد النقطي اللي انا شايفه مناسب ليا وبختاره للمستند بتاعي. جيت قلت لك لا انا مش عاوزه تعداد نقطي، او هو جايبه لك تعداد نقطي وقال لك اعمل له كونفرت. كلمة convert معناها تحويل، حولهولي من تعداد نقطي إلى تعداد رقمي. جيت قلت لك أنا عاوز دول بعد ما عملتهم كده أعمل لهم convert، يعني أحولهم إلى numbered تعداد رقمي. فأروح أختار شكل التعداد الرقمي بتاعي من الأشكال اللي موجودة قدامنا دي. يبقى أنا عندي هنا ده البوليتس، ومن هنا بختار النمبرد بتاعتي، فبيطلع معايا شكل التعداد النقطي وشكل التعداد الرقمي بالشكل اللي انا شايفه. تمام؟ طب لو حبيت الغي التعداد خالص، حدد ونفس الوقت يا شباب هضغط من هنا واختار نن، فنن هتشيل ايه؟ التعداد خالص. يبقى لما احب الغي التعداد بحدد واروح اقول له ايه؟ اقول له نن. ها؟ فهمناها؟ ده فكره التعداد النقطي والتعداد الرقمي. حد ما فهمهاش؟ وصلت؟ طيب تمام ماشي، يلا نجربها. طيب في المجموعة اللي اسمها باراجراف عاوز اعمل بوردر حوالين الفقرة دي. كلمة بوردر معناها اطار، ففي عندك هنا الاداة دي اسمها بوردر، لما بضغط على السهم بتاعها بيطلع لي مجموعه من البوردرز اللي موجوده. عاوز تعمله بوتوم بوردر ولا توب بوردر ولا ليفت بوردر ولا رايت بوردر ولا اول بوردرز ولا اوتسايد بوردر.
تختار انت شكل البرواز او شكل الاطار اللي انت عاوزه او تصيد مثلا، يروح عامل لك ايه البوردر حوالين الكلام المكتوب بالمنظر ده، حوالين الفقره. ممكن اضغط على بوردر السهم بتاعها واختار بوردر اند شادنج، وفي الحاله دي بيديك اضافات اكتر. تقدر تختار شكل البوردر بتاعك باي شكل من الاشكال اللي موجوده هنا. ممكن تختار له الكلر او لون، لو انت عندك طبعة لون وعاوز تعمل البوردر بتاعك بلون. كمان ممكن تختار الستايل بتاع البوردر او الويتس بتاع البوردر، العرض بتاعه قد ايه. ممكن تختار 1.5 او 1.5، تقول له اوكي فيديك شكل البوردر بالمنظر ده. كمان عندنا لو انا عملت البوردر، يفضل في الامتحان نعمله من بره، من هنا هيطلب منك اوتسايد بوردر فتختاره من هنا. في عندنا حاجه اسمها باك جراوند او شادنج، انك تعمل الكلام اللي متحدد ده شادنج او خلفيه او ظل وراه. فبنبدا نختار لون الخلفيه اللي انا عاوزه للكتابه بتاعتي، نختار لون فاتح او غامق زي ما انت عاوز. يبقى ده كده لون الخلفيه للكتابه بتاعتك، بنسميه شادنج. وبرضه نقدر نعمله من خلال بوردر اند شادنج هنا من نفس المربع، نروح على شادنج ونبدا نختار لون الشادنج اللي انا عاوزه. بس طبعا ما انساش ان انا لازم اكون عامل سيلكت لمين؟ للشكل بتاعه وللفقره بتاعتي. وصلت؟ يبقى ده كده بالنسبه لبوردر اند شادنج، بوردر اهي وشادنج جنبيها. ممكن اعمل الاثنين في خطوه واحده من هنا، لكن يفضل في امتحان الاي سي دي اللي تعملها من بره الاوتسايد بوردر اهي، وتيجي من الشادنج هنا تبدا تعمل شادنج هنا على الفقره دي. طبعا انا هنا مش محدد، ومع ذلك عامل على الفقره ككل، لان الادوات هنا في باراجراف بتطبق على الفقره بالكامل حتى لو ما كنتش محدد. خايف في الامتحان حدد بايدك، مش مشكله عادي سواء حددت او لا، الاثنين صح. طيب في كمان عندنا هنا اداه اسمها شو هايد. اداه الشو هايد دي مجرد اداه ارشاديه في المستند بتاعي. يعني ايه اداه ارشاديه؟ يعني بتظهر لك علامات زي كده في المستند، والعلامات دي نون برينتنج. نون برينتنج يعني ما بتطبعش، يعني لو رحت عملت فايل وبرنت مش هلاقيها في الطباعه اصلا، مش هتطبع. العلامات دي مش هتظهر معايا ايه في الطباعه. معنى كده بنسميها علامات ارشاديه اللي اسمها شو هايد. بتعرفك هنا مثلا نهايه فقره، بتعرفك هنا نهايه فقره وهكذا. طب عاوز الغيها، بضغط عليها مره تاني. بس في امتحان الاي سي دي ال ما بتجيلكش بالاسم شو هايد. في امتحان الاي سي دي ال لما بتجيلك في امتحان الوورد بتجيلك باسم من الاسامي اللي انا هكتبها دي. ممكن تجيلك باسم باراجراف مارك، ممكن تجيلك باسم دوكيومنت مارك، ممكن تجيلك باسم فورماتنج مارك. يبقى بالنسبه لامتحان الوورد ممكن يجيبها لك مسمى من المسميات دي، احفظها بكلمه مارك في الاخر. لو عاوز تعرفها او تحفظها احفظها بكلمه مارك. يبقى مارك بيها يقصد العلامه اللي اسمها شو هايد. كده اظهرت، ظهرتها وكده اخفتها. يبقى انا بظهرها وبخفيها بالمنظر ده. ها اتفقنا يا شباب؟ طيب دي كده مجموعه الادوات اللي عندنا في باراجراف. فاضل اداه واحده بنجيبها من السهم اللي هنا ده، نجربهم الاول ولا اقول الاداه الاخيره؟ ماشي. لو انا جيت على الفقره، لو دوست السهم الصغير ده بيطلع لك مربع كده خاص بالباراجراف، بيبقى فيه حاجات زياده كتير خاص بتنسيق الفقره. كل مجموعه دايما هتلاقي في اخرها سهم صغير زي كده. السهم الصغير ده بيديك شويه مجموعه من الادوات التانيه او مجموعه من الادوات الاضافيه، بنسميه اللانشر. طيب لو انا ضغطت السهم ده، الاداه اللي انا عاوزها من وسط ده كله هي اداه التابس. كلمه تابس معناها علامات الجدوله. كلمه تابس معناها علامات الجدوله. ايه بقى علامات الجدوله؟ علامات الجدوله بستخدمها عشان خاطر اقسم الصفحه بتاعتي الى اعمده، واقدر احرك اي فقره لاي مكان انا عاوزه في الصفحه. مش فاهمين؟ تعالوا نشوفها مع بعض. لو انا جبت السهم بتاع باراجراف ورحت كتبت ضغطت على تابس، الفقره اللي انا واقف قدامها دي في علامات جدوله معموله ايه؟ اللي هي العلامات السوداء الصغيره دي على المسطره.
لو انا شلتها كده او بدخل جوه واعمل لها كلير اهو، دوست السهم كده وتابس اهي شالوا كلهم. انا عاوز اخلي الفقره دي تبتدي من عند الموضع مثلا 8 على المسطره 8 سنتي، وبروح كاتب له هنا 8 سنتي، بكتب 8 هو بيفهم انها سنتي. يقول لي انت عاوز علامه الجدوله دي النص يحاز شمالها ولا تبقى في المنتصف ولا تبقى في اليمين، اختارها ليفت، خليها ليفت مؤقتا، واقول له ست واقول له اوكي. راح اعمل لك علامه جدوله شمال اهي عند مين؟ عند الثمانيه. طب انا عاوز اخلي الفقره تبتدي من عندها بالظبط. لو بصينا على الكيبورد فوق المفتاح بتاع الكبس لوك على الشمال في مفتاح عليه تاب، كلمه تاب وعليه سهم رايح جاي، المفتاح ده بينفذ علامه الجدوله اللي انت عملتها. يعني انا لو رحت دوست تاب كده خلى الفقره بدات منين؟ ها معايا؟ خلى الفقره بدات من عند الثمانيه. لكن هو الافضل ان انا بستخدم علامه الجدوله دي ان انا اقسم الصفحه بتاعتي اعمده بدون ما ارسم جدول. ازاي؟ تعال بص، هروح على السهم هقسم الصفحه واقول له تابس، هعمل علامه جدوله خليها ليفت زي ما هي عند الموضع واحد ست، وعند الموضع خمسة، بلاش خمسة خليها أبعد شوية، ستة مثلا، ست وعند الموضع 11 ست، وأقول له أوكي. فرحت مقسم الصفحة إلى ثلاث أماكن زي كده. لو وقفت وكتبت هيكتب من أول الواحد ولا كتب من أول الصفر؟ لا من أول الصفر، ما كتبش من أول الواحد. لو أنا عاوز يروح عند الواحد بدوس مفتاح التاب، رحت كاتب العمود الأول مثلا هكتب ميم، دوس تاب الأدرس، دوس تاب السيتي. شايفين الصفحة بتتقسم معايا إزاي؟ دوست إنتر، هروح أدوس التاب تحت النيم كتبت أحمد مثلا، الأدرس مثلا جيزة، والسيتي هناخدها نفس المبدا جيزه. كل ده انا بتنقل بمفتاح التاب اللي في لوحه المفاتيح يا شباب. بس احنا طبعا بنستسهل التيبل على طول، يعني انا بالنسبه لي الاسهل بستسهل التيبل. معايا؟ خلاص ببدا اخش على اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. ايه بالمنظر ده؟ ها وصلت الفكره؟ ده كده راح اعطيلي قسم لي الصفحه بتاعت الجدوله. طب ممكن تنفعك في ايه تاني؟ التاب، مفتاح التاب ده لما بتدوس عليه بيعادل كانك دوست المسطره 8 مرات، كانك دوست على السبيس دي 8 مرات. القفزه الواحده باستخدام مفتاح التاب بتعادل، لو انا ما قسمتش يعني لغيت التقسيمه بقى، هلغي التقسيمه خالص اهي، مش عاوز التقسيمه دي. طبعا لو عاوز تشيل التقسيمه بتضغط بتسحب لتحت العلامه. طبعا مالكمش دعوه بالكلام ده، مش للامتحان يعني، الامتحان ده بس احنا قلنا الحته بتاع الامتحان، لكن دي ليكم انتوا تعرفوها. لو حضرتك مدرس وبتيجي تكتب علامات صح وغلط، معظم المدرسين بيكتبوا ايه؟ لو هم بيكتبوا بايديهم، انا افترض ان انا كتبت كده وراح مشي بالمسطره وراح فاتح قوس وخد مسطره 2 3 وراح قافل القوس، معايا؟ نزل انتر كتب الجمله الثانيه وراح دايس مسطره، يفضل دايس مسطره لحد ايه؟ ما يوصل لحد القوس الاولاني ده لو عارف يجيبه كمان مظبوط، يفضل يدوس مسطره، ما جاش معاه مظبوط بيجي عامل القوس وخلاص ويمشي كده. تبص تلاقي صح وغلط بتاعته طالعه ايه؟ متبهدله، واحده يمين واحده شمال ومش عارف ايه. لا طبعا شكلها وحش جدا، ما تدلش ان اللي بيستخدم ده او اللي كتب ده بيعرف يستخدم الوورد. امال اكتبها ازاي؟ انا عاوز اخلي الاقواس بتاع علامه الصح في مكان واحد، فبعمل ايه؟ بفتح بمشي بالتاب، بدوس مفتاح التاب لحد مكان القوس، فتحت القوس الاول ودوس تاب واقفل القوس، دوس انتر. هفترض هكتب جمله تاني، بص اول ما دوست التاب وداني لحد فين؟ نفس المكان بالظبط، تاب كمان مره واقفل القوس، طلعت الاقواس ايه؟ عرفنا الفايده بتاع التاب، هي افضل ولا المسطره؟ لا طبعا هي افضل بكتير قوي. الكلام ده لينا بره الامتحان مش للامتحان، فهمنا الفكرة؟ وصلت يا شباب؟ اعرفوا تعلموا الحاجة للامتحان وللحياة العملية عشان تعرفوا تستخدموها صح. طيب يبقى أنا كده فهمت علامة الجدولة، يبقى لما علامة الجدولة بقى نرجع تاني لموضوع الامتحان، بيجيبها لك إزاي؟ طبعا بيقول لك حط لي علامة جدولة عند الفقرة اللي بتبتدي مثلا بكلمة there are several.
هقف عند الفقرة وادوس السهم بتاع باراجراف تابس، يقول لك حطها عند الموضع 9 سنتي 9، محدش يروح ناحية دي، محدش يروح ناحية دي. دي مين يا شباب؟ ده الوضع الافتراضي اللي حضرتك لما تدوس التاب بيقفز مسافة 21 من 100 سنتي اللي هي تعادل 8 مسطرة. طيب هقول له ست واوكي، عمل لي علامة الجدولة عند التسعة. ايه؟ لازم انهي اجابتي بايه بقى؟ ان انا بروح على مفتاح التاب في الكيبورد واخلي النص بتاعي يروح عندي كام؟ عند التسعة. والموضوع بتاع السؤال ده هنشوفه مع بعض في الأسئلة إن شاء الله. فهمتوا المجموعة بتاعت باراجراف؟ يبقى باراجراف سريع اتكلمنا في ايه؟ باراجراف سريع اتكلمنا في ايه؟ تمام؟ الالاين ليفت وسنتر ورايت والجاستيفاي، علامات البوليتس والنمبر التعداد النقطي والرقمي. خدنا كمان اللاين سبيس ان انا اوسع المسافه داخل سطور السطور داخل فقره محدده. خدنا البوردر ازاي ارسم بوردر حوالين فقره وازاي اعمل لها شادنج معين او ظل معين. خدنا كمان ان انا اظهر الفورماتنج مارك او اخفيها. وخدنا من السهم الصغير ان انا احط علامه الجدول، اروح على تابس واكتب علامه الجدول اللي انا عاوزها هنا واخليها ليفت او سنتر او رايت او ديسيمال او بار زي ما انت عاوز، واقول له سيت واوكي. طبعا دول موضوع كبير شويه مفيش وقت لشرحهم، لو فاض وقت في الاخر ان شاء الله نشرحهم. سيت واقول له اوكي، وبعد كده بتضغط على مفتاح التاب بلوحه المفاتيح بيوديك للمكان اللي انت حطيت فيه ايه؟ علامه الجدول بتاعتك. فهمتوا يا شباب؟ طيب يلا جربوها يلا. المجموعة اللي بعد كده عندنا مجموعة اسمها مجموعة ستايل. كلمة ستايلز معناها أنماط، وده بتديك تنسيقات جاهزة. لما بحدد الفقرة بتاعتي وراح اختار الستايلز اللي أنا عاوزه بيديني شكل الستايل الجاهز ده، مجموعة من التنسيقات الجاهزة ممكن تستخدمها بشكل سريع، فدي بنسميها ستايلز. كل ستايل من الستايلات اللي قدامنا دي ليه اسم، ده اسمه نو سبيسنج، ده اسمه سب تايتل، ده اسمه سترونج، ده اسمه كوت، ده اسمه هيدنج 1. فدي بنسميها ستايلات جاهزه، تنسيقات جاهزه. معايا؟ يبقى انا بختار شكل الستايل اللي انا عاوزه واضغط عليه كليك شمال. وطبعا حتى في امتحان الوورد بيجي لك الستايل بيديك اسمه. بس عاوز بس ادي ملحوظه صغيره، نفرق ما بين الستايل هنا وحاجه احنا لسه قايلينا من شويه في فونت. خلينا اكتب لكم سؤال، خلينا اكتب لكم سؤال مثلا يعني، وقولوا لي حله ايه، هلفت نظركم ليه عشان هتيجي في الامتحان والناس بتغلط فيها. ركزوا بس معايا، اقروا اللي انا هكتبه، خلينا امسح اللي فوقيها مش عاوزين اللي فوقيها. طبعا دي فقرة اللي الصغير خطها صغير دي اللي مميزة اهي، هميزها لكم زي الامتحان كده ما بيميزها بلون ازرق، انا هميزها لكم بلون ازرق اهي وهكبر لكم حجمها اهي. هو قريب للاسود ده قوي، خلينا نختار لون ازرق فاتح. اقروا السؤال كده. طيب واحد صاحبنا اول ما قرا السؤال لقى كلمه ايه؟ ستايل، راح داخل على الستايلز وبدا يدور فين بوك اولد، في فين بوك مان ده، هو قال لك بوك مان اهو او بوك مان اولد، عمال يدور ضيع له قد حوالي 5 6 دقايق. لكن لو ركز هو مع السؤال في بدايته مع الكلمه دي من 4 حروف اهي، ونحط تحتها خطين كده عشان ناخد بالنا منها، غير الفونت يعني نوع الخط.
للفقرة اللي بتبتدي بكلمة ان مش عارف كذا، هروح على الفقرة اللي اسمها ان ايه، ادي الفقرة حددتها. شوف انا هحل السؤال ازاي، وافتح هنا هلاقي عندي حاجة اسمها بوك مان اولد ستايل، يعني في الاخر طلع نوع خط. امال امتى اعرف ان هو عاوز ستايل دي؟ عشان ما لخبطش ما بينهم، هتلاقي في الاول جايب لك تشينجز ستايل، ما فيهاش فونت، وكمان لما تيجي تفتح لو تهت خالص معنى ان انت ما لقيتهاش هنا، يبقى انت فهمت السؤال غلط. ما هو لازم يجيب لك واحده من دول، يجيب لك كوت، يجيب لك سترونج، يجيب لك امفيسيس، يجيب لك السب تايتل، يجيب لك التايتل نو سبيسنج، اي واحده. فمعنى ان انت ما لقيتهاش يبقى انت غلط فهمت السؤال غلط، فترجع تقرا السؤال تاني كويس بس ما تضيعش وقتك. فهمنا الفكره يا شباب؟ الموضوع مش صعب، الموضوع سهل بس محتاج ان تركيز، والورد بالاخص في امتحانه بيحتاج تركيز شديد جدا 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 وانت بتحله. طيب خلصنا الجزئيه بتاعت ستايل، في عندنا فايند وفي عندنا ريبليس. فايند بستخدمها عشان ابحث عن كلمه او جمله او نص، بمعنى ايه؟ هلغي التحديد بس عشان ما يحددش حاجه. انت كتبت في المستند بتاعك كلمة او مستند جايبه عايز توصل لكلمة معينة فيه او جملة معينة، زي مثلا كلمة اكسل اللي احنا كنا كاتبينها. مجرد ما هكتب اكسل راح هو مميزها لك وجايبها لك اهي، تمام؟ طيب لو كتبت كلمة وورلد، هل في النص بتاع كلمة وورلد جاب حاجة؟ ما جابش، معناه ان الكلمة دي مش موجودة. يعني انا لما اجي اكتب لازم اكتب كلمة تكون فين؟ هنا. طب اكتب كلمة انيمال كده، راح جايب لك انيمال، قال لك انيمالز موجودة في ثلاث أماكن أو ثلاث فقرات، في الفقرة دي والفقرة دي والفقرة دي، وتلقائي بيوصلك لمين؟ للفقرة. ده بنسميه سيرش أو فايند، ده بنسميه سيرش أو بنسميه فايند، بحث. طيب خلاص. السؤال ده اه كلمة معينة تحتها كلمة اسمها ريبليس، أو تحتها كوماند تاني أو أمر تاني أو أداة تاني اسمها ريبليس. ريبليس بستخدمها عشان أبدل كلمة بكلمة. أنت كلمة أنيمالز مثلا اللي إحنا كتبناها دي كانت موجودة كم مرة؟ ثلاث مرات. لا أنا عاوزها في الثلاث مرات تتبدل بكلمة، أنا مش عاوزها فيها إس، أنا عاوزها من غير إس. يعني أنا كنت كاتبها فاتكتبت معايا غلط، وكتبت في ثلاث أماكن بعيدة عن بعض، خلاص بروح أصلحها وراح اقول له ريبليس ولا ريبليس اول. ريبليس اول واحده هيقابلها هيستبدلها، ريبليس اول هيستبدل الثلاثه ويطلع لك ان انا لقيت ثلاثه وحصل ايه استبدال ليهم. يبقى انا هنا لو خدت امر البحث مره تاني ورحت كتبت كلمه مش انيمالز بقى، شوف انيمالز ما جابش حاجه، لكن لو عملتها انيمالز بس جابها لي كم مره؟ ثلاثه. فهمنا فايند وريبليس؟ يبقى فايند بستخدمها عشان خاطر ابحث عن حاجة معينة في المستند بتاعي، نص، كلمة، جملة، فقرة، اللي أنت عاوزه. وريبليس بستبدلها عشان خاطر استبدل حاجة بحاجة تاني. هاي يا شباب اتفقنا؟ طيب في كمان عندنا كليك يمين كوبي، هي لو عملت كوبي من هنا كوبي هتوديها فين؟ في نفس المستند بس تحت. فنسخت الفقرة دي من هنا وعملت لها بيست هنا. في عندك أكتر من شكل للبيست، لما بتيجي تعمل بيست بتضغط على واحدة من التلاتة دول. الأولى بتجيبها لك بالتنسيق اللي هي كانت فيه، حسب ما هي متعمل لها فورماتنج أو تنسيق معين بترجع بتجيبه لك بيه. التانية بتدمج التنسيق ما بينها وما بين الفقرات اللي قبليها. الأخيرة بتجيبها لك كنص بس بدون أي تنسيق. معايا؟ يبقى إذا دول كده بنسميهم البيست أوبشنز أو خيارات اللصق. يبقى كده بنسميها خيارات اللصق، أنا أختار أي واحدة فيهم، أختار دي، هيجي لك النص بتاعك بالشكل ده. يبقى ده كده بالنسبة لمين؟ للناس خلانا نسخته. ها؟ وصلت؟
طيب نفس الفكرة، ممكن أنسخ من المستند ده أعملها كوبي وأروح أوديها على مستند تاني خالص، كليك يمين بيست أو بيست أو بيست أو بيست، بيديك كذا خيار للبيست، أنت بتشوف الأنسب ليك وتختاره. طيب ده كده الكوبي، نفس الكلام الكات معايا، يبقى ده كده الكوبي والكات. طب جيت قلت لك انا الكلمه دي متلونه بلون ازرق وحجم الخط بتاعها 16 وكمان معموله بولد، بولد اهي ومعموله ايتاليك واندر لاين، عاوز نفس الكلام ده يتطبق على اخر سطرين دول بالظبط. فواحد صاحبنا هيروح يعمل ايه؟ هيقول لك خلاص هشوف اللي معمول هنا واحدد واعمل زيه. لا، في عندنا اداه دورها انها تعمل نسخ للتنسيق بس، يعني مش هتنسخ الجمله ولا الفقره، لا دي بتنسخ ايه يا شباب؟ تنسخ التنسيق بس. اسمها ايه؟ اسمها الفورمات بينتر او الفرشه، او بنستخدمها في كوبي فورمات. عشان استخدمها بقف الاول في الاداه او في النص اللي هاخد منه التنسيق، هقف اي حته فيه واروح ادوس على الفرشه كليكه واحده بس، واروح اسحب على النص اللي عاوز ياخد نفس الشكل، فتبص تلاقي نسخت لي التنسيق بس. يبقى تاني هقف اي حته في الجمله اللي فوق على اي حرف منها اهو، وادوس الفرشه واسحب على النص اللي عاوز يطبق عليه التنسيق، يروح واخد لي التنسيق بس. بس ناخد بالنا ان كلمة الفرشة دي او الفورمات بينتر بيجيبها في الامتحان في سؤال بمعنى كوبي ايه؟ كوبي فورمات. يبقى السؤال لما يجي لك كوبي فورمات تفهم على طول انك عاوزك تستخدم مين؟ الفرشة. يبقى السؤال لما يجي يطلب منك تعمل كوبي فورمات يبقى انت فاهم كويس جدا ان هو عاوزك تستخدم الفورمات بينتر او الفرشة. وصلت؟ ماشي. يبقى تاني سريعا اللي احنا قلناه، قلنا الكوبي والكات والبيست، الفورمات بينتر، الفرشة عشان تنسخ تعمل بيها كوبي فورماتنج، خدنا الفايند والريبليس الايجاد ان انا ابحث عن حاجة واستبدل حاجة، وكمان خدنا مين معاهم؟ الستايل عشان اغير نمط النص بتاعي او الستايل بتاع الناس بتاعي الى اي شكل تاني. يلا اتفضلوا جربوها. لو انا جيت حددت اي فقره عندي وما اخدتش بالي وضغطت على المسطره او ضغطت على اي حرف في الكيبورد، ايه اللي حصل؟ مسح اللي انا كنت كاتبه وراح عامل ايه؟ كتب الحرف اللي انا ضغطت عليه حتى لو كان مسطره فاضيه. طب انا عاوز اشيل اللي انا عملته ده، ما هو النص اللي انا كتبته مش هعيد كتابته تاني. في عندنا امر اسمه اندو، الشريط اللي فوق الصغير ده بنسميه كويك اكسس بار. ففي عندنا امر هنا اسمه اندو، اندو يعني تراجع، لو دوست عليه بيعمل لك تراجع للي انت عملته. هي لو دوست كنترول زد من لوحه المفاتيح، علقت اصبعك على مفتاح كنترول او كاترل ودوست على مفتاح الزد يروح شايل لك او عامل لك اندو، ودايما بنستسهلها بكنترول زد وانت شغال. ماشي. خلاص يبقى ده كده بنسميها ايه؟ اندو، تراجع. اللي جنبها دي اسمها ريدو او تراجع عن التراجع. لو رجعت في كلامك تاني عايز تشيل التراجع اللي انت عملته فبتدوس ريدو، هي زي اندو بالظبط بس بتتراجع عن التراجع. خلينا في الاندو بس والكنترول زد لان اوقات بستخدمها في الامتحان، كنترول زد افضل. طبعا في بعض الاختصارات في الكيبورد ممكن تستخدمها، لو انت عاوز تعمل فايل وسيف، يعني بدل ما تدوس فايل وسيف كده لا تعمل كنترول اس على طول، فايل واوبن كنترول او، فايل ونيو كنترول ان، وهكذا. يعني في عندك اختصارات للمفاتيح ممكن تستخدمها بس ده لاستخدامك الشخصي مش للامتحان. فهمنا يا شباب؟ دي كده التبويب بتاع هوم بالكامل. كده خلصنا هوم، كده ده التبويب بتاع هوم. طبعا في امتحان الوورد عندنا التبويب بتاع هوم وفايل يعتبر اكبر شق من الاسئله عليهم، ما لا يقل عن الاثنين حوالي 14 ل 15 سؤال في الامتحان لوحديهم.
طب انا عاوز اذاكرهم، اذاكرهم ازاي؟ ببساطة جدا تقدر تعمل اللي انا هعمله ده. لو انت عاوز تراجع الوورد بس سريعا، شوف ايه اللي اخدناه. اولا تمسك تكتب فايل. احنا اخدنا ايه فايل؟ خدنا فيها سيف، خدنا فيها سيف اس. دول طبعا في امتحان الاي سي دي ال او في امتحان الوورد عارفين ان سيف لو جت في اخر السؤال يبقى فايل، وسيف جه في اول السؤال وقال لك سيف يبقى لازم تستخدم سيف اس. يبقى سيف الاولى دي فايل وسيف، بستخدمها امتى؟ لو جت سيف في اخر السؤال. امال سيف اس بستخدمها امتى؟ لو جت سيف في اول سؤال، في اول السؤال عندك. كمان من الحاجات اللي بيركز عليها في الامتحان الهيلب، النيو، واكتر حاجه مع النيو بيستخدمها سامبل تمبلت، التصميمات الجاهزه. كمان عندك البرنت والفرق ما بين البرنت، تعرف الفرق ما بين اول بيجز والكرنت بيج والسيلكشن اللي هي في البرنت في الطباعه اللي هي بتعادل كلمه سيكشن. كلمه سيلكشن بتعادل كلمه سيكشن، يعني جزء محدد يعني. وكاستم رينج اللي هي تعادل بيجز، بيجز اللي هي صفحات معينه. لما كنا قلنا لو عايز اطبع من صفحه واحد لصفحه خمسه مثلا، ده في البرنت معايا؟ فاكرينه ولا فايل ايه اللي احنا قلناه المحاضره اللي فاتت؟ اللي ما حضرهاش ممكن ياخد الفيديو بتاعي يراجعه. ادي برنت وادي خطوات الطباعه، اول بيجز والكرنت بيج والكاستم رينج والسيلكشن. دي الخطوات اللي احنا بنطبع بيها فيديوهات موجوده. فده كله محتاج ان حضرتك تبقى فاهمه كويس. البرنت في الامتحان بيجيب الاسئله بتاعتها تشويس، ما بيجيبهاش عمل، لكن لازم تبقى فاهم يعني ايه اول بيجز، يعني ايه كرنت بيج، يعني ايه الكلام ده كله. من النقاط الثانيه اللي بيجيبها لك في فايل اوبشنز، زي ما قلنا في اول المحاضره كده. اوبشن فيها حاجتين، يوزر نيم، كمان ايه كمان، ديفولت فايل لوكيشن، المكان الافتراضي للملفات، الديفولت فايل لوكيشن، المكان الافتراضي للملفات، ده موجود في اوبشن لو فاكرين. فايل اوبشنز ايه، خدنا اليوزر نيم اهو بكتب فيه اسم المستخدم، والسيف فيها الديفولت فايل لوكيشن عشان اغير المكان الافتراضي بتاع الملف. راجعوا الكلام ده من الفيديو الاول، وبعد كده بتقول له اوكي. كام نقطه دول يا شباب؟ تعالوا نحط لهم نقط كده. كام نقطه؟ ست نقاط. بكام سؤال؟ بست اسئله في الامتحان. لو حضرتك ركزت على الكلمات اللي انا كاتبها دي، لو ركزت على الكلمات اللي انا كاتبها دي، هي دي مفتاح حل السؤال في الامتحان، لازم تبقى عارفها وحافظها كويس. طيب دي فايل سهله، فايل سهله. طب تيجي ما ندخل على هوم. لما تيجي تلخص هوم زي ما انا بلخصها كده، لازم تحط هوم وتحط جنبيها كده فونت. مين فونت ايه؟ هوم والمجموعه بتاعت فونت فيها مين؟ فيها بولد، فيها ايتاليك، فيها اندرلاين. ويا سلام بقى لو انت عاوز تذاكر ويبقى الموضوع ملخص ليك للمستقبل، تعمل ايه؟ تروح حاطط الرمز بتاعها، تحط الرمز بتاعها معايا اهي، تروح عامل قوس كده وتكتب الرمز بتاعها عشان تبقى عارفها. ما هو الاداه لازم تتحفظ معاك، لان زي ما قلت لكم الادوات دي من الحاجات اللي احنا هنستخدمها قدام بعد كده كمان كتير. ادي الاندرلاين، فيها كمان سبسكريبت لو انا هاخدهم من تحت لفوق،
اللي هي اكس وتحتيها 2 عرفناها خلاص. فيها سوبر سكريبت، لازم تكون داخل الامتحان عارف اللي انا بكتبه ده وعارف اسمه، مش هتقعد تدور عليه في الامتحان. فيها فونت او فيها تشينج كيس. فيها فونت كولر، فيها فونت سايز، فيها فونت كم أداة مينيموم على الأقل هيجيلك منهم 5 أو 4. تمسك نفس المبدأ، تشيل 10 دي وتروح كاتب كده هوم، وتروح كاتب جنبيها باراجراف وتلخصها. فيها الاين، ولازم تبقى عارف كلمة الاين معناها ايه. محاذاة، ليفت، سنتر، رايت، جاستيفاي. فيها لاين سبيس. تكتب بقى كل اللي احنا اخدناه واللي انت شفته معايا في الفيديو. هو ده اسمه تلخيص، ان انت مش هسمع الفيديو واقعد اتفرج عليه وخلاص وهيثبت معاك، لا طبعا. لازم تحط في حسبانك وانت بتسمع الفيديو، ابدا الخص الكلام ده وابدا اجربه بايديا مره واتنين. ما نخليش اول تجربه لينا فين؟ في الامتحان. ده انت لو داخل حافظ الاسئله صم، واول تجربه ليك في الامتحان 90% هتغلط و90% مش هتخلص ربع الامتحان اصلا او نص الامتحان. لازم تتست بايدك مره واتنين وتطبق الحاجه دي مره واتنين وتلاته. ماشي يا شباب؟ اتفقنا؟ ده كده بس المجموعه بتاعت هوم. ان شاء الله المحاضره الجايه نبدا ناخد انسيرت والباقي. وصلت؟ ماشي.